العبث في وجه الأب أو الأم، أو عدم الاستعناء بيهم، أو حتى لما يكبر يبقى هو الغني وهو اللي مبسوط وما يسألش أبوه، وعدم خدمتهم وعدم رعايتهم وعدم السؤال عليهم، والتنصل، التنصل من إن رعايتهم، يعني تكون الأم أو الأب كبر مش محتاجين حد يحط لهم بمبرة أو أي حاجة، لأن دي بتبقى طبعا صيغة تانية أخرى، لكن إنه يسأل عليهم يمسك التليفون. فأصبح يا ملك، هل حضرتك مع دار المسنين والمسنات اللي انتشروا في هذا الوقت بشكل كبير جدا؟ ما هو ده رد فعل طبيعي، ما هو ده يعني ده من رحمة ربنا ان في مكان يقويهم. يعني عارف ازاي؟ يعني هيك هسؤولي، هو ده البديل عن عدم الاهتمام؟ مش بديل، مش بديل. تخيل انت بذهنك كده يا احمد، لو ما كانش في المشاريع دي، وان كنت برفض هكذا التجاره بذهن بذات واخد بالك، لكن الام ممكن هي تختار قبل ما يختار لها. الله، يعني هي اللي تختار مصيرها بايديها بدل ما هي تجبر عليه. واخد بالك، تختار، وده مش اختيار، اختيار ده جبر نفسي وقهر، وهي عملته واخد بالك علشان تحفظ ماء وجهها. يعني هيك هنا برضو بتوجيه رسالة لكل بنت وابن، لما امك او ابوك يقول يا ابني انا كده مش مرتاحة او مش مرتاح، ودي دار مسنين، انا مش عايزة اتعبكم، هي بتقول يعني عشان تسمع منكم لا يا ابويا لا يا امي ما ينفعش ده، مش عشان براحتك يا ماما وانا هدفع الايجار او الفلوس. بالعكس، ده هم كمان ليه يبقى انت عايزه تعودي لوحدك عشان تبقي مرتاحه؟ هيبقى في رعايه صحيه احسن، وهتلاقي ناس من سنك والتلفزيون شغال ورعايه طبيه. كل الكلام ده كلام يعني مع احترامي، يعني ان في البعض علشان البعض عباره عن سجن انفرادي. يا جماعه سجن انفرادي، انتوا متصدقين ان افلام او الحلقات الاجنبيه ده بره، ده بره الحلقات يعني في دول اوروبيه، لكن عندنا لسه هذه الثقافه لم تظهر. ده في ناس في بعض الدول الاوروبيه، نقول كندا، بيحجزوا نفسهم في دار المسنين قبل ما وهم لسه في انفرادهم. هم اصلا بره برضه مش عاطفيين زينا، يعني استقلاليه البنت تستقل، ما العقل والعمر بيمتد بصحتهم لغايه تطور حقوق الوالدين بعد الشرك بالله. سبحان الله، الشرك بالله ايه برضه؟ عشان اوضحي للناس، يعني دلوقتي انا احمد خمس سنين مجرد لما يكشف وش ابوه طبعا عقوق، احبسه خمس سنين؟ لا، اللي هو يعني قانون النهارده اللي يجرم، بص احنا عندنا خمس سنين ده حد اقصى. يعمل ايه بقى عشان يتحبس الخمس سنين؟ يعني ما يتكسفش اللي هو التطاول او الضرب او الشارع او الطرد في الشارع او التعدي على حقها في الميراث او منعه، كل دي جرائم لو انا يعني اخذتها استقلالا تشكل جريمه في المجتمع، جريمه تصل الى العقوبه.